المحامي عبد مصاروي، سبب وجودكم في البلدية؟ الحمد لله، تم بحمد الله تقديم قائمة شباب الغد اللي تنافس على عضوية بلدية باقة الغربية في الانتخابات القادمة الحالية كمان شهر علينا، وإن شاء الله أنه ربنا بوفقنا وبنجحنا وبنجح الجميع. شكرا. كلمة توجهها للناخبين؟ أنا بتوجه لكل شخص، كل مواطن باكة الغربية، أنا بحب أقول إنه قائمتنا قائمة لكل باكة الغربية، بتضم عدة عائلات من باكة الغربية، اللي هدفنا الوحيد هو خدمة كل مواطنين أهل باكة الغربية بدون استثناء، ونكون العين الساهرة للمصلحة أهل باكة والمصلحة العامة. المحامي عبد، شكرا جزيلا لك. عفوا. سيد شريف شعب، عضو البلدية. سيد شريف شعب، بسبب تواجدك في البلدية؟ سبب تواجد في البلدية إن شاء الله، نعتزم تقديم قائمة الأحرار لاستمرار إن شاء الله رب العالمين العطاء واستمرار مساعدة الناس، وربنا يوفقنا وربنا يجيب في الخير إن شاء الله. كلمة توجهها للناخبين؟ طبعا كلمة وجهها للناخبين، طبعا الحمد لله رب العالمين، الكل بيعرف الحج شريف، والحج شريف الحمد لله رب العالمين أثبت حاله في الدورة القادمة اللي هسه حاليا موجودة بعد ما انتهت. والحج شريف اللي هو العضو الوحيد، خلينا نقول، اللي شعر في وجع المواطن، وربنا قدر، شو ربنا قدرنا نساعد، ما قصرنا بأي شيء، وربنا يقدرنا والاستمرار العطاء ونساعد الناس، وربنا يجيب في الخير إن شاء الله. سيد شريف شعب، شكرا جزيلا لك. موقع لبلاد.